في ايه؟ ما فيش حاجة. مفيش حاجة يا ابني، ده انت بتترعش، انت ناقص تاكل الشجرة. ما ترد يا عم، في ايه؟ واحد قليل الاصل في الحارة عندنا تشاكل مع امي ومد ايده على اختي. ولا يهمك، مصيرنا نطلع من السجن ونقطع ايد امه اللي اتمدت على اهلك. لامتى يا سعيد؟ لامتى هتفضل الدنيا تلطش فينا كده؟ لامتى؟ حد كتير يا عم جابر، احنا مسجلين يا جابر، يعني اي مصيبة تحصل سواء عملناها او ما عملناهاش هنتشد فيها ونتجرجن ونتبهدل كل يومين. يعني لو طلعنا بره السجن يومين هنقضي بقية عمرنا جواه. لا لا لا، انا مش هعيش حياتي جوه السجن، مش هعيش حياتي انت. مش هتقعدك جوه السجن؟ هتعمل ايه يعني يا سوبرمان؟ هنلبس طاقية الإخفاء ونطير بره الاسوار؟ لا، هنعيش زي الحرامية الكبار. ده انت سرقت كاسيت واتسجنت، وانا عشان ساعة اتبهدلت. في ناس بتسرق البلد ولسه 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 بتسرقها وهم عايشين زي الفل. عندك حق، عندك حق يا صاحبي. واقف لوحدك ليه يا جميل؟ منك له ايه؟ يا سيجاب، من يوم يعني ما نقلوك لعنبر تاني وانت لا بتسأل في حد ولا بتعبر حد؟ خلاص فاكر انك ملكت السجن ده كله لوحدك؟ بص يا عبدون، انا مش ناقصك. عارف شياطين الخضر والحمر والزر بيتنططوا قدام عيني؟ روح. لا والله خوفتني يا واد، حقيقي انا خفت. بص، المره اللي فاتت كان فيها كسر مناخير، المره دي هتلف لك امرك. انت بتهددني يالا؟ بهددك وبهدد ابوك وامك وعيلتك كلها. انت بتقول ايه يا روح امك؟ اللي سمعته يا جابر. رأسي جابر، انت وسيد سعيد، انا مش حذرت قبل كده وقلت مش عايز قلق؟ ايه لازم الواحد يعملها معاك انت والرمه اللي جنبك ده؟ وقرص ودمكوا قرصه جامده. هما اللي رموا بلاهم علينا. بس يالا، مش عايز كلام كتير. الظاهر مش هينفع معاكو غير شهر حبس انفرادي. خد يا محمد. حاضر يا فندم. قدامي يالا ميدك لو قدامي. خش جوه يالا، خش جوه. ليكي حق يا اختي تزعلي مني وما تبصيش في وشي كمان، بس انا ماليش ذنب في اللي حصل ده. انا من يوميها متخانقه مع ابويا وعامله مشاكل قد كده. ابوكي طلع قليل الاصل يا صباح. خلاص بقى يا اشجان، كفايه يا اختي الواحد فيه ده. جابر لما عرف مستحلف له مش هيفوتها له على خير. ما كانش له لزوم جابر ياخد خبر يا اشجان. يوه، يعني ابوكي يهزق امي ويمد ايده عليا وعايزانا نسقط له؟ عايزه الحق، ابويا معذور. اصل الواد شلطه العجلاتي هيكتب كتابه عليا ليله العيد. عقبالك. شلطه؟ وانا يعني اللي كنت فاكره انك متعشمه في اخويا جابر وبتحبيه. كنت يا اختي كنت. اصل اخوكي يا اختي لا له في الجواز ولا دياوله، ما شكله قد كده. بعدين يا اختي احب واحد مرمي في السجن، الله اعلم هيخرج امتى. مصلحتي يا اختي ثم مصلحتي. وانت عايزه مني ايه يا اختي دلوقتي؟ عايزاكي يا اختي تعقلي امك وتقولي لها تستهدى بالله وتدينا الشقه اللي انتوا قاعدين فيها عشان هتجوز فيها. اه يا اختي، قال البيت بتابونا والغرب بيطردونا وجوها اولى بلحم طرق ولا ايه؟
يعني ابوكي عنده بدل الشقه ثلاثه، ما حلتش يعني في عينه غير شقتنا اللي قاعدين فيها. يا اختي خمسه وخمسه والنهارده الخميس، مالكوا يا اختي؟ كل واحد حر في مالكوا. الله، طب امشي دلوقتي من قدامي، امشي بدل ما ازقلك من فوق السطح واشيعك على الاخر قبل ما تخش الدنيا. جاري يا اشجان، هو الكلام حرام يا بت ولا ايه؟ بت بت لما تبتك. بقولك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط قدام عيني، وربنا كلمه تانية ما هسكتلك. يم يا اختي اتخضيت، خفت العوام. جابر جابر. ايوه يا سعيد. انت نمت؟ لا صاحي. واخرتها يا جابر، هنفضل على الحال ده كتير؟ هنخرج يوم ونتحبس شهر انفرادي؟ بكره هتهون. هتهون يا سعيد. هتهون ازاي؟ نام يا سعيد، نام نام وبطل غلبه. تبات نار تصبح رماد. سيبنا لوحدينا دلوقتي ونخلص على بند اهلك. تمام يا فندم. ما كنتش فاكر ان الزنازين دي ضيقه كده. وانت مستحمل الحبس هنا ازاي؟ دي مش اوامر سعادتك. مظبوط يا جابر، دي كانت اوامر سعادتي. وزي ما اديت اوامري في الحبس الانفرادي، ممكن كمان ادي اوامري بالافراج. ولا انت عجبتك الحبس هنا؟ قصدك ايه يا باشا؟ قصدي ان انت عجبتني انت، وهتجدع وراسي ومخلص وعارف مصلحتك فين. وانا عجبني قوي الراجل اللي يعرف مصلحته. شوف يا جابر، انت ليك عندي عرض، ما بتهيأليش انك